النهاردة بإذن الله هنبدأ أول فيديو في المايند مابس الكاردياك. طبعا الكاردياك كبير جدا، فأنا فضلت إن احنا نقسم الكاردياك على كذا فيديو مايند مابس. فيديو النهاردة هنتكلم عن كاردياك انترودكشن وكاردياك بروبرتيز. في البداية لازم نعرف إن السي في اس يهمني فيها عنوانين: functions، homeostasis طبعا maintain the internal environment constant، communication لان الكارديوفاسكولار ده فيه blood vessels هيتنقل من خلالها الهرمونز عشان يروح للتارجت organ على سبيل المثال، و temperature regulation. خصائص الفاسلز، كل vessel بيتميز بحاجة مهمة جدا. الأورطة مثلا فيها إلاستيك فايبرز، الإلاستيك فايبرز عندها القدرة إن هي توسع أو تضيق، فعشان كده بقول الإلاستيسيتي اسمها فين كاسل فانكشن. خلي بالك إن فين كاسل دي كلمة ألماني معناها المرونة، بدليل لما هنيجي نشرح بعد كده هقول لك إن الأورطة بتعصر نفسها عشان توزع الدم لكل التيشوز، ده في الوقت اللي اللفت فنتريكل بيملى فيه، ودي مهمة قوي. طيب الارتريول فيها سموث مصل في الوول، طبعا السموث مصل ده بيساعد على الريزيستنس، وبنقول ان الارتريول هي محبس البلود فاسلز او الستوب كوك. بالنسبة للكابيلاريز طبعا سين وول يساعد على الاكسيتشينج. بالنسبة للفينز خلي بالك كاباسيتنس، يعني ايه كاباسيتنس؟ السعة. 54% من الدم بتاعنا موجود في الفينز، وقلنا ان الكاباسيتنس تساوي كلمة كومبلاينس او الاتساع، وكومبلاينس قلناها قبل كده في الريسبيريشن دلتا في على دلتا بي، وده معناه ان انا بتملي باكبر حجم من الدم باقل ضغط ممكن. دي البداية بتاعتي. طيب الارينجمنت اوف السي في اس، التوزيع يا اما سيرز بمعنى هارت يوزع للاورطة، ارتريول، كابيلاري، فين، سيريال على التوالي في سيركيوليشن واحدة. أما بارالل يعني الأورطة بيوزع للبرين وفي نفس الوقت للأبر ليمب واللور ليمب على التوازي كلنا في وقت واحد. طبعا السيرز ده بيزود الريزيستنس تو بلاد فلو لوجود الأرتريول، أما البارالل أرينجمنت بيقلل المقاومة، وده قلناه زمان في المدرسة في الفيزيكس. لو عندي كذا ملف ودول arranged parallel فهنقول واحد على R، الR اللي هي الريزيستنس يساوي واحد على R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. النقطة المهمة ان parallel arrangement بيساعد على الهوميوستيزس، مفيش organ هيستنى الآخر في الحصول على البلاد فلو. خلي بالك ان في حاجة اسمها بورتال فاسل، ودي شرحناها قبل كده، ان في كابيلاريز بتبدأ في الهايبوثالامس مثلا متصلة بكابيلاريز في البيتيوتري. طبعا البورتال هو الدورة البابية، ودي بتتقال في الاندوكراين، تمام، تتقال في الليفر. خلي بالك ان بلاد فلو معناه العلمي بيرفيوجن عشان هنقوله في الفيديوهات القادمة. طب نيجي للاسطوانة دي البلاد فاسل، الفلو بيتحرك اف من اول بريشر بي 1 اعلى ضغط الى بي 2 اقل ضغط. الفلو هو بيعبر عن علاقة بين حاجتين، بريشر جريدينت وريزيستنس. طب نخلي بالنا من حاجة مهمة، الأورطة بدأت بمين
بريشر متوسط الضغط 93 مليمتر ميركوري، وصلت الى الارتريول، واجهت مقاومة عالية جدا، والريزيستنس كل ما تعلى بتقلل البريشر، فالبريشر في نهاية الارتريول قل الى 32 مليمتر ميركوري. وصلنا للكابيلاري ثم الفينز 10 مليمتر ميركوري، وانتهينا في الرايت اتريوم بزيرو مليمتر ميركوري. عايزك تبقى عارف ان الهاي بريشر موجود في الفنتركل اثناء السيستول، كلنا عارفين المعلومه دي، بلس 4 بحرف الاي، فكبرت الاي قوي عشان اوضح لك. اورطة فيها بريشر عالي، ارتريز ارتريولز، وارتيريال سايد اوف كابيلاريز. اما اللو بريشر العكس، زائد الاتريا والبالمونري سيركيوليشن. طب انا خلصت كده البدايه، طب عايز اجي عند الفلو الناحيه الثانيه واركز عليه. الفلو هتكلم على انواعه وسرعته. انواع الفلو في السيركيوليشن: متقطع انترميتنت من الليفت فنتركل الاورطة، وده طبيعي، الليفت فنتركل اثناء السيستول بيزق الدم للاورطة، اما في الدايستول وهو بيملى ما بيدلهاش حاجه، وبيتقفل الاورتيك فالف بين الاورطة والليفت فنتركل. النوع الثاني بالساتايل فلو، فلو ماشي كانه نبضات، ودايما لما تحط ايدك على البلس هو الفرق بين سيستول ودايستول، وده موجود في الكابيلاريز. البريشر جريدينت او الفرق بين السيستول اند دايستول بيساوي 5 مليمتر ميركوري. الستيدي فلو او المستمر ده موجود في الفينز، ما ينفعش البلاد اللي ماشي في الفين يبقى متقطع، لان على اساسه القلب بيملى. سرعة الفلو يا إما سريعة جدا في الأورطة أو بطيئة في الكابيلاريز. طبعا سريعة أو بطيئة ده يتوقف على المربع ده، velocity يتناسب عكسيا مع الكروس سكشنال اريا. كل ما المساحة تزيد زي اللي في الكابيلاريز، سرعة الدم بتقل، بيدي وقت كافي للإكستشينج. كاردياك أناتومي، طبعا احنا مش دكاترة أناتومي، بس عايزين نركز على إتريال مصل معلومتين. الإتريام بوش البلد إلى الفنتركل، بس عايز أقولك معلومة هنعرفها فيما بعد في فيديوهات المايند مابس سي في اس، إن 80% من البلد بينزل بالجرافيتي من الإتريا للفنتركل. بريشر ديفرنس زي الشلال، دور الاتريال ماسل نا كونتراكت وتنزل الدم للفنتركل لا يتخطى 20%. طيب ده مهم قوي، عشان كده لو الاتريال ماسل فيها مشكلة، وده اللي هنقوله فيما بعد، ما تقلقش 80% شغالين. في حاجة تانية، الفتحة بين الفينا كيفا والاتريا مفيش ما بيننا فالف او صمام يمنع الدم انه يرجع بالعكس، ولكن لما الاتريال فايبرز كونتراكت هتقفل الباب ده، فتمنع الريترو جريد او العودة بالعكس، عشان يكون في اتجاه واحد فقط، يوني دايركشن. الصمامات اللي جوه الهارت، طبعا عندي اتريو فينتريكولار فالف بين الاتريا والفنتركل، ميترال بين لفت اتريوم لفت فنتركل، والترايكاسبيد رايت اتريوم ورايت فنتركل، سيميليونر اللي شبه الهلال، اورتك بين اللفت فنتركل والاورطة، والبالموناري بين الرايت فنتركل والبالموناري ارتري. وهنا بقى اتكلم على نقطة مهمة، الحلقة اللي بين الاتريا والفنتركل اتريو فنتريكولر رينج، بتشتغل ككاردياك سكيلتون،
كدعامة للقلب وهي عازل كهربي. allow الاتريوم to finish contraction أولا. يعني إيه؟ المعروف إن الاتريوم مضخة ضعيفة بالمقارنة بالفنتركل. لازم أنا أأخر الأكشن بوتنشال اللي بيتنقل من الاتريا للفنتركل، أأخر. أنا عايز الاتريوم يخلص شغله أولا، يخلص الكونتراكشن أولا، وده منطقي. حتى يا فنتركل وانت أقوى من الاتريوم، انت معتمد عليه في الفيلينج، فلازم يستنى الأول. طبعا الايفي رينج دي بتكون حوالين الفالفز. طب نيجي للفنتريكولر مصل، ده تكملة للأناتومي. ايه اللي يميزها؟ بص على الوول بتاع الفنتريكل اهو، كأن ده الجدار. انا عامله مقوس وليه ثلاث طبقات نكبرهم اهي. الطبقة دي هي الطبقة الداخلية اسمها اندوكارديوم، اللي في النص الطبقة العضلية مايوكارديوم، الطبقة الخارجية ايبيكارديوم، ودي خارجية ناحية الكوروناري فيسلز. ايه اهمية ان نعرف الطبقات دي؟ هتعرف ان دي بولاريزيشن تجاه الكهرباء بيمشي من جوه لبره في الطبقات دي، من الاندو الى الايبيكارديوم الدي. اما الري بولاريزيشن هيمشي من الايبي للاندو، والكلام ده هنقوله مع مايند مابس الاي سي جي ان شاء الله، ده كلام مهم قوي. طب في عضله اسمها بابيلاري ماسل اهي، بابيلاري ماسل دي تبقى في الوول اوف ذا فنتريكل، ودي بتبقى متعلقه باحبال اسمها كوردا تنديني في الصمام في الاتريو فنتريكولار فالف. لما بتعمل كونتراكشن العضله دي بتمنع الفالف انه يبقى فورسد في الاتريوم، بتمنعه ان هو يتقلب يبقى ايفرتد، ده مهم قوي. فبتمنع ارتجاع الدم. يعني ايه تمنع الريجرج؟ المفروض ان الدم بيمشي من الاتريا للفنتركل، العكس ما يحصلش. طب مين اللي يمنع ده؟ هو البابيلاري ماسل، هتمنع الفالف ان هو يتقلب لفوق. مش عايزين هذا الكلام. طب يعني ايه يا دكتور كلمة incompetence؟ كلمة دي ليها شقين، competence معناها كفاءة، وإن معناها نفي. يعني أنا بمنع عدم كفاءة الصمام، حتى الناس عارفينها ارتجاع الدم. طيب تكملة الأناتومي، نبص مع بعض في كيس أهو حوالين الوول أوف ذا هارت اسمه pericardium. الكيس ده ليه طبقتين، visceral وparietal layer. الكيس ده دوره ثلاث حاجات: fixation، lubrication بيسمح بسهولة الحركة لأن في fluid ما بين الطبقات زي بالظبط زيت تشحيم العربية، وبيمنع الأكيوت distension of the heart. يعني تخيل معايا الهارت اهو عاوز يوسع فجأة، البريكارديوم او الكيس ده قال له انا مش مرن، I am not elastic، وطالما انا مش مرن يبقى همنع الاكيوت ديستنش لانها مش مالة نهاية. اذا زاد المية في هذا الكيس يعمل لي افيوجن او اديمة. تخيل في مية زادت هنا تعمل ايه على وسط القلب، على الويست، تضغط عليه، وبالاخص هنا في الفالف، فيضغط على الفالف فيقلل الفيلينج. طبعا لو زاد المية هنا افيوجن تؤدي الى اختناق القلب، فبسميها كاردياك تامبونيد، هتؤدي الى تامبونيد. طب في نقطة مهمة جدا، نفترض ان الرايت فنتريكل فشل ان يضخ الدم، عاوز مساعدة، يجي الليفت فنتريكل وول، طبعا السيكنس فيها اعلى من الرايت فنتريكل 3 مرات، فهنا ده السبتم، تيجي تعمل ايه؟
تزق السبتم لجوه ناحيه الرايت فنتركل، وبالتالي هنزنق الدم في مساحه قليله، فالبريشر اللي على الوول اوف رايت فنتركل هيزيد اكتر من البالمونري ارتري، وبالتالي بيحصل بامبنج. ده مهم لو فشل الرايت فنتركل، وعشان كده سميناها ليفت فنتريكولار ايد، مساعده الليفت للرايت، والعكس غير صحيح. الجزء الثاني من الفيديو المايند مابس النهارده هو كاردياك بروبرتيز. عارفين ان الكاردياك بروبرتيز اربعه. هبتدي الاول بالمقارنه بين فاست ريسبونس وسلو ريسبونس. طبعا فاست ريسبونس هو الاكسايتابيليتي، الفنتركل بيستجيب للكهرباء اللي جياله من البيس ميكر، وهنسجل الاكشن بوتنشال بتاعه. والسلو ريسبونس تسجيل الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر. طب تعالوا نشوف. طبعا اتفقنا انها بتتقسم الى فيزز. فيز اربعة هو الريستنج ميمبرين بوتنشال. الفاست ريسبونس الريستنج بتاعه خط مستقيم ستيبل، وقلنا ليه خط مستقيم في النظري؟ لانه هو اللي بيستقبل الكهرباء مش هو اللي بيعملها. لو كنت انا اللي بعملها وبطلع شحنات كان الريستنج بتاعي كانه في حاله دي بولاريزيشن، المطلع اللي يوصلني لفايرنج ليفل. طب عشان نتخيل الفاست ريسبونس ايه هو، ادي هذا المنظر بتاعي، ده الفيز 4 تعال نكبره، ده الريستنج ميمبرين بوتنشال ستيبل. ليه؟ لان البوتاسيوم بيرميابيليتي او الافلكس اكتر من دخول الصوديوم. خلي بالك في الارقام ان الريستنج هنا عندي نيجاتيف 90، الفايرنج نيجاتيف 70، البيك عند زائد 30. خلي بالك بقى دي الارقام غير النيرف. طب فيز 0 ده بيمثل الدي بولاريزيشن، وطالما الامبليتيود عالي بسبب الصوديوم يبقى سببه الصوديوم انتري من خلال فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز، علشان كده جت التسميه بالفاست ريسبونس. ايوه الفنتركل عاوز يستجيب بسرعه للكهرباء اللي جياله عشان يعمل بامبنج، اللي ساعده في ده بوابات الصوديوم السريعه في فتحها. فيز 1 ريبولاريزيشن خروج بوتاسيوم، وفيز 3 ريبولاريزيشن خروج بوتاسيوم. لكن احنا ملاحظين ان في رقم 2 ده الخط ده يختلف عن النيرف، هو ده البلاتو. بلاتو معناها هضبة، معناها شيء مستوي، حتى لو مايل سنة ولكن ما زال خط مستقيم، يعني هو ما نزلش قوي، لا هو ما زال خط. طب خط مستقيم يعني معناه ان في توازن بين قوتين، دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن، بدليل ان البلاتو لا هو طالع ascending ولا هو نازل قوي descending. الدي بولاريزيشن سببها دخول صوديوم، يبقى يتوازن او يساوي خروج بوتاسيوم. ولكن البلاتو جينا قلنا قبل كده ان مهم جدا للكاردياك كونتراكشن. احنا عارفين ان الكونتراكشن تابع للاكسايتيشن، بدايه البلاتو هيحصل ثم بدايه كونتراكشن. طب يا دكتور ما هو الكونتراكشن محتاج كالسيوم، فانا هستبدل الصوديوم بالكالسيوم. طب بس في مشكله ان الصوديوم مونو فيلنت والكالسيوم داي فيلنت، ازاي هتستبدل مونو بداي؟ قالوا هدخل الكالسيوم ببطء من خلال لونج لاستنج كالسيوم تشانل ال تايب. ما هو بوابات الكالسيوم نوعين، نوع اسمه ال بطيء
ونوع سريع هو التي، فدخلت الكالسيوم وتوازن مع خروج بوتاسيوم. خلي بالك ان افضل كونتراكشن او الماكسيمم كونتراكشن في التلت الاخير من البلاتو. طب انتهى البلاتو، عايز تدخل كالسيوم؟ لا، هخرج كالسيوم وادخل مكانه صوديوم، ده هما الاتنين دول مع بعض، كده كده البوتاسيوم هيخرج والبوتاسيوم كده كده هيساوي اللي هيحصل ده. طب الكالسيوم هيخرج محتاج انرجي، يبقى صوديوم كالسيوم اكسيتشينجر، دي الفكره. ثم بعد كده فيس 3، خلي بالك البلاتو في حقيقه الامر مش ري بولاريزيشن، ولكن هو اتحط ضمن الرسمه، علشان كده الري بولاريزيشن از تراي فيزيك، اي ثلاثي. هو ده الكلام اللي احنا قلناه وشرحناه دلوقتي بالتفاصيل. طيب نيجي للريفراكتوري بيريود، خلي بالك ان في ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود في الزيرو وواحد واثنين والنص الفوقاني من فيز 3. ربنا طول فترة عدم الاستجابة المطلقة ليه؟ لحماية الهارت من continuous contraction اللي هو tetanization. عشان كده البلاتو ليه أهميتين، طول الـ ARP دي أهمية، وفي الماكسيمم contraction في التلت الأخير. بعد كده عايز اقول لك ان في ريلاتيف ريفراكتوري بيريد اللي هي اللور هاف اوف فيز 3. طيب بس في نقطه مهمه، افكتيف ريفراكتوري بيريد، ربنا بيدينا فتره فاعليه زياده، يعني الاي ار بي هيحميك من الاستجابه لاي ستيمولس مهما كانت قوته، ده اللي هو الاي ار بي العادي طبيعي، زائد اول 10 ملي فولت من الريلاتيف ريفراكتوري بيريود. بمعنى ايه؟ في احيانا فوكس اسمها اكتوبيك فوكس، بقره جزء في القلب يبتدي يطلع شحنات كهربيه. طب هو بيشتغل ليه كده؟ نتيجه اسكيميا البلاد فلو اللي رايح للول اوف ذا هارت للسبتم للنود ال، فطلعت مجموعة من الفايبرز قالت أنا هبقى البيس ميكر الجديد الآن. قلنا لها بس في شروط للبيس ميكر هنقولها دلوقتي، من ضمنها يكون أكثر عددا، الأقرب أو الأسرع وصولا إلى الفايرنج ليفل علشان نسمع كلامك، ده مهم قوي. فانطبقت كل الكلام ده على الفوكس دي. الفوكس دي ما تهاجمش الهارت في الـ ARP، تهاجمه في بداية الـ Relative Refractory Period، لأن الـ Relative Refractory تعرفها من أيام النيرف، قلنا the heart can respond to a stimulus stronger than normal، أقوى من العادي. طب أنا أقوى من العادي وهتستجيبوا ليا، طب الخطورة إيه في إن إحنا نستجيب ليك؟ انت بتقلل الوقت بتاع الفيلينج، عمالين نستجيب كونتراكشن كونتراكشن، ممكن الول اوف ذا هارت يدخل في رعشه، يبقى عامل زي الباب اللي لا بيصد ولا يعمل اي حاجه، ما بيقفلش بيرعش، اسمها فايب ريليشن. علشان كده هنعرض العيان لجهاز يطلع 2000 ل 3000 فولت في فيو ميلي سكنز، يعني حاجة واحد على ألف من الثانية، ونحطه على المكان اللي اتوجد فيه الاكتوبيك فوكس، هنلغي تأثيرك يا اكتوبيك. انت سيطرت على البيس ميكر بالعدد، مثلا انت 300 بيت 300 شحنة، احنا هنسيطر عليك، ده احنا قدك 10 مرات، وحنعمل لك اوفر درايف سبريشن، احنا اللي هنقود العلاقه معاك. علشان كده سموا تواجد الجهاز
في بداية العشرة ملي فولت زائد الفترة الطبيعية effective refractory period، يعني في فترة فاعلية ضد تأثير الإكتوبيك فوكس. جزء طبيعي ARP مش تدخل إنسان، ده ربنا. وأول 10 ملي فولت artificial صناعي بالجهاز، فنجمع الوقتين يديني الإفكتيف ريفراكتوري بيريود. خلي بالك إن الجهاز ده اسمه دي فايبريليتور، أي نزع الفايبريليش أو كارديو فيرجن. عارف لما الويندوز عندك تبوظ تتفيروس تعمل نسخة جديدة؟ احنا عملنا نسخة قلب جديدة. ازاي؟ قلنا هنلغي تأثير الاكتوبك عشان نرجع تاني لاعتمادنا على الاس اي نود. طبعا الاس اي نود هيرجع لطبيعته مرة تانية. في عندي كمان سوبر نورمال بيريود موجودة في الفاست ريسبونس. طب نيجي بقى للسلو ريسبونس. سلو ده شغل البيس ميكر، انا هسجل الاكشن بوتنشال اوف اس اي نود. علشان نتخيلها بص نرجع دلوقتي للرسمة، عاملها كده ورا عشان تتخيل القصة، وبعد كده هنرجع لهذا الكلام. اهو ده الاس اي نود عندنا، ده الريستنج ممبرين بوتنشال، الخط المستقيم ده. طبعا ده خط مستقيم بس مايل. طب ليه مايل؟ لان فترة راحة الاس اي نود بيطلع امبلس، ده العادي في سلوب في منحدر. هتقول لي طب ده كأنه دي بولاريزيشن، عشان كده ايه سببه؟ دخول صوديوم ودخول كالسيوم. الصوديوم يدخل ايرلي ثم الكالسيوم هيدخل بعده. ال ان ايه والكالسيوم هيزيدوا جوه، يبقى جوه بوزيتيف ويسيبوا بره نيجاتيف. الله، طب ما هو ده دي بولاريزيشن العادي اللي احنا عارفينه اكتر من خروج بوتاسيوم. خلي بالك الكالسيوم اتفقنا ان ليه بوابتين، ليه بوابتين، يعني في بوابة اسمها تي وبوابة اسمها ال، وهنقول دلوقتي. طيب انا وصلت هنا، طب الفاليو كام بتاع الريستنج بتاعي؟ نيجاتيف 55. طيب والفايرنج كام؟ نيجاتيف 45. في كتب تقول على الريستنج نيجاتيف 60. المهم انا وصلت لهنا. في الزيرو بص على الارتفاع بتاعها هتلاقي الارتفاع صغير، ده معناه ان مفيش فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز. هنا الامبليتيود سببه دخول كالسيوم، خلي بالك دي نقطة مهمة، وبوابة الكالسيوم بطيئة فمش هتوصلك لقمة زائد 30. قمة بتاعتي هنا زائد 10. يعني انا بدأت بنيجاتيف 55 او نيجاتيف 50 وصلت الى زائد 10، يعني الامبليتيود 60. طب هل عندي بلاتو؟ ما عنديش، لان الاس اي نود مش مسؤول عن الكونتراكشن، هو بينظم الضربات وما بيعملهاش. عشان كده في المراجع قالوا ان ده فيز 3 لكن القمة تمثل فيز 1 وفيز 2 اعتباريا. طيب الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع الاس اي نود انا ترجمتها في هذا المستطيل، قلت لك ليها كذا اسم، فيس 4 ماشي ده الرقم، اسم التاني بري بوتنشال. ما هو بري ده ما قبل حدوث الاكشن بوتنشال، ما هو طبعا اي ريستنج في الدنيا قبل الاكشن بوتنشال. طب ليه ما قلتش بري اكشن؟ عشان الاي والاي دول فاولز ورا بعض، فهي مفهومه ضمنه ما قبل البوتنشال. طيب سلو سبونتينيوس دايستوليك دي بولاريزيشن، تعال نفهم الفكره. هي سلو ايوه، لان اي بيس ميكر ومنظم لازم يكون بطيء في عمله،
اي ريجوليتور يشتغل سلولي بات شورلي، ما عندوش فاست فولتج جيتد صوديوم شانلز. هتقولي طب الصوديوم اللي دخل في البدايات هنا دخل من خلال ايه؟ فاني صوديوم شانلز. انا مش قصدي فاني يعني مضحك، لا، اكتشفوا ان الصوديوم دخل من خلال بوابات مش سريعه زي اللي اتعودنا عليها في النيرف او في الفنتركل. طيب سبونتينيوس ليه؟ لانه تلقائي. انا بقول عليها اوتو ريز ميزيتي، انا المايسترو الاس اي نود، انا بشغل نفسي بنفسي اوتوماتيك، قادر ان انا اعمل البيت لوحدي. لان في سيل جواه اسمها بي سيل او بيس ميكر سيل. طب ايه حكايه الدايستول؟ تعال نفكر دلوقتي. انا في الريستنج عندي ولسه ما عملتش اكشن بوتنشال. هقولها لك من الاخر، طالما ما عملتش اكشن بوتنشال يبقى ما حصلش لسه اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. تقول لي طبعا ما هو الفنتريكل انقباضه مبني على الاكشن بوتنشال اللي جاي له من الاس اي نود، يعني لسه ما فيش سيستول، يبقى احنا في مرحله دايستول. القلب بيملى ما بيضخش دلوقتي، عشان كده هسميها دايستوليك. طب ليه قلت دي بولارايزيشن؟ لحاجه بسيطه جدا، لان الريستنج بتاعي بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف. بص معايا في حاجه مهمه قوي، انه الاس اي نود نورمال بيس ميكر لان عنده اربع مميزات. هايست سلوب، ده السلوب، سلوب عالي مقارنه بالاي في نود والبركنجي. الاعلى ديستشارج، الاكثر عددا، لان الاس اي نود بيطلع 90 بيت بير مينيت، اما الاي في نود 50 او 60، اما البركنجي من 20 الى 30. يبقى انا الاعلى وبوصل للري بولاريزيشن اسرع. الامبليتيود بتاعي قصير، كل الكلام ده بيجهزني. عايزك تخلي بالك معايا دلوقتي في الرسمه دي، اسلوب اهو في النص، هنا بقى هاي اهي الجزء ده بسبب السمباثاتيك، وهنا قل قوي الاسلوب، بص اتاخر قوي عشان يوصل الى الفايرنج ليفل بسبب البارا سمباثاتيك. طيب بالنسبه للهاي سلوب للسمباثاتيك ليه؟ افتكر اللي انا قلته في العادي، هزود الصوديوم انورد وهفتح ال تايب كالسيوم تشانلز. هنا بوابه الكالسيوم ال لونج لاستنج. هتقول لي طيب والفيز زيرو لما دخل الكالسيوم كان التي تشانلز. التي على فكره هنا فوق هو ترانزينت، زي ما تنزل في مطار ترانزيت تغير من طياره الى طياره، ويقل البوتاسيوم افلكس. باراسمباثيك اخر وصولي للفايرنج ليفل وقلل السلوب، لانه قلل سبب الريستنج ميمبرين بوتنشال. فبص العكس صحيح في البارا سمباثيك، ده بمنتهى البساطه. طب انا عايز اعرف الفاكتورز اللي افكتنج الاس اي نود فايرنج بيزيد او يقل، معتمدا على اربعه فاكتورز. نيرفس سمباثيك يزود الضربات، الايونز هايبوكالسيميا، لما الكالسيوم يقل على فكره هيزيد الاس اي نود فايرنج. فطالب يقول لي ازاي؟ هقول له بمنتهى البساطه، تعال اقولها لك بالعكس. لو الكالسيوم كان زايد بره من الاساس كان عمل ايه في دخول الصوديوم؟ تقول لي ما كانش دخل صوديوم، ما الكالسيوم ده داي فيلنت ايون موجب، لو زاد قوي هيمنع دخول الصوديوم في الايرلي بوتنشال في البدايه. وطالما منعت دخول الصوديوم في البدايه يبقى انا اتاخرت في الوصول الى الفايرنج ليفل، عشان كده
هايبركالسيميا يقلل الاس اي نوت فايرنج، عكس ما طلبه كتير فاهمه تقول لك خلاص كالسيوم زايد بره عادي. طب ما يدخل، انت ناسي نقطه، ان الكالسيوم هو اللي بيكمل البري بوتنشال مش هو اللي بيبتديها. الدراجز ادرينالين واتروبين، طب ادرينالين عارفينها لان هو ممثل للسيمباثيك، طب اتروبين ليه؟ لان هو بيمنع الماسكارينيك ريسبتور اللي يستقبل الاسيتايل كولين، يعني بيقلل شغل البارا سيمباثيك، يعني بالعكس بيشغل السيمباثيك. طب اللي يقلل الاس اي نوت فايرنج اللي بيشغل البارا اللي هو الماسكارين، او اللي يوقف السيمباثيك بيتا بلوكر. عشان كده عملت هذا الجدول لانك تتخيل وتجمع الكلام. التمبريتشر وورمينج تزود الاس ان نوت فايرنج. عملنا تجربه عندنا في المعمل وجبنا ضفدعه وجبنا الهارت بتاعها وعلقناه وحطينا عليها وورم سلاين محلول ملح دافي وسجلنا الكونتراكشنز، لقينا ايه ده؟ كونتراكشنز بتزيد، كل ما بيزيد الدفء والحراره بيزيد الميتابوليك اكتيفيتي بتاع الاس اي نود، والعكس صحيح، كولينج يقلل الفايرنج عندنا. نرجع تاني للسلو ريسبونس، عايز اركز معاك على الريفراكتوري بيريود زي ما قلت في الفاست ريسبونس بالظبط. في السلو ريسبونس انا عندي الريفراكتورينس بتبقى اطول، فترة عدم الاستجابة اطول، دي توصل الى بداية فيس فور، الى بداية رجوعك الى الريستنج. الميزة دي احنا هنلاقيها في الاي في نود، خلي بالك الاي في نود عنده الميزة دي. يعني ايه؟ بوست ري بولاريزيشن ريفراكتورينس، حتى بعد ما رجع للريستنج لا يستجيب للكهرباء على طول. إيفينود ما بينقلش على طول، بيأخر النقل، وهنقول الكلام ده دلوقتي وما هي المزايا. طالب هيقول لي طب وانت ليه ذكرت لي الإيفينود؟ ما هو الاس إينود هو البيس ميكر. هقول لك يشتغل الإيفينود كبيس ميكر لو باظ الاس إينود، يعني هو نائب الرئيس. الرئيس عندنا هو الاس اي نود، ليه اتنين نواب، نائب اول اي في نود ونائب تاني هو البركينجي فايبر. في معلومه مهمه عايز اقولها لك، ان الاس اي نود شخصيا عنده ريفراكتوري بيريود طويله، علشان لو ظهر اكتوبيك فوكس في الول اوف ذا اتريوم هو يتأخر في الخضوع له، يقول له لا أنا ما زلت بسميك، أنا مش هستجيب لإمبولس جاي منك، أنا اللي ببعت مش أنا اللي بستقبل. هيطول، يطول الريفراكتوري بيريود، بس في النهاية مضطر إن هو يبقى تابع للإكتوبيك فوكس. طب تعالوا نقول الأبسوليوت ريفراكتوري بيريود، بص على الفرق بين الفاست والسلو ريسبونس. الفاست ريسبونس كان الاي ار بي ينتهي عند الابر هاف اوف فيز 3، بص هنا تلتين فيز 3. وعايز اقول معلومه مهمه قوي، في السلو ريسبونس انا لا استجيب لكل الفولت، لكل الشحنات، ودي ميزه في الاي في نود. اي في نود قال لنا انا فتره او عدم الاستجابه بتاعتي حاجتين، ليها علاقه بالتايم وليها علاقه بالفولت. قلنا له يعني ايه؟ قال انا هاخر الامبلس عندي 10 ثانيه او 100 ملي سكند، هي هاخرها ليه؟ ادي فرصه للاتريوم تو فينيش الكونتراكشن اولا قبل ما ننقله للفنتريك، ده تايم ديبندنت. في حاجة تانية قال لك فولتج ديبندنت، مش هنقل اكتر من 180 الى 200 بيت بير مينت
ده اخري، مش هنقل اكتر من كده. ولو كان الاكتوبك اللي فوقي بيطلع 300 دقة، انا هعدي 180 بس. قلنا له طب والباقي؟ قال مش هيعدي، لان انا عندي امكانيات هتعرفوها دلوقتي في الكوندكتيفيتي. طيب بص بقى معايا النقطة المهمة، الريلاتيف ريفراكتوري بيريود تكملت فيز 3 وبداية فيز 4، وعندنا سوبر نورمال بيريود قصيرة في نهاية فيز 3 وبداية فيز 4، والبروباجيتد اكشن بوتنشال يزود الاكسايتابيليتي. خلي بالك بقى معايا من الرسمة دي، هنعمل حاجة مزدوجة، علاقة الفاست ريسبونس بالاي سي جي. عايز اشوف الكتريك بالكتريك، ده مهم قوي. يعني ايه؟ لو انت بصيت على الاي سي جي هتلاقي كيو ار اس، طبعا دي هنقولها الفيديو اللي جاي، مايند مابس الاي سي جي. الكيو ار اس كتلة على بعض تمثل فينتريكولر دي بولاريزيشن. فانا جيت عند في الزيرو ونزلت ايه نقط اهي، معناها ان ده يتزامن مع الفنتريكولر دي بولاريزيشن بتاعت الاي سي جي. بص فيز 2 ده البلاتو تتزامن مع اس تي سيجمنت، طب والتي ويف تتزامن مع فيز 3، كانك ركبت الرسومات على بعض. بص فيز 2 منزل لك عواميد، معناه ده الاس تي سيجمنت هنا. طب لو جينا بصينا على التي ويف، الابر هاف بتاعها يتزامن مع الابر هاف وفيز 3، ونزله التي النص التحتاني اللور هاف يتزامن مع اللور هاف وفيز 3. ده انت بتركب الرسومات على بعض. خلي بالك ان اللور هاف اوف فيز 3 هو ده اللي فيه ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، اللي الهارت ممكن يستجيب لاكتوبيك فوكس. يعني في النص التحتاني من فيز 3 او النص الاخير من التي ويف انت معرض لظهور اكتوبيك فوكس. ليه؟ لسه مش كل الفايبرز ريبولاريزد، بعضها دي بولاريزد وبعضها ريبولاريزد، فبيحصل ما بيننا امبلس وحركة شحنات كهربية هنيجي نقولها بعدين اسمها ري انتري، كأنه بيئة خصبة لظهور الاكتوبيك فوكس. هنقول الكلام ده معناه ايه؟ ويعني الشحنات بتتجدد بعدين، فسمينا الفترة دي vulnerable period، كتبتها لك بالبولد تحتها خط، الفترة اللي انت معرض فيها لهجوم الاكتوبيك فوكس. وطبعا ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب نيجي بقى بعد كده للنقطة الاهم، conductivity. الconductivity عندي بدأنا بالاس اي نود ووزعنا الامبلس للاي في نود. عايزك تعرف ان الاي في نود تلات اجزاء، جزء الاولاني طويل هسميه اي ان، وقلنا ان اول حرف من كلمة نود او العقدة الخلايا العصبية، والاي اتريا. فالاي ان الطويل بيأخر لي جدا الكهرباء، ماكسيمال ديلي، كأنك ماشي في طريق طويل ما بيخلص. عربية ماشية بسرعتها العادية ولكن انت هتتأخر لطول المسافة. ثم الان الان الجزء الصغير بيبقى فيه بطء في الكوندكشن، لان الان ضيقة، ماشي في شارع ضيق حارة ضيقة مضطر تبطأ سرعتك. واضح ان تعددت الاسباب والنتيجة واحدة، هنتأخر، ما احنا عايزين ديلي اللي هو العشر ثانية. ثم الـ NH زون. طبعا فايدة الـ AV نود قلنا فيسيولوجيكال
يأخر الإمبولس وليه؟ وباثولوجيكال. بص بقى، هو بيحمي الفنتريكل من الاتريوم لو في اكتوبيك فوكس في الاتريوم، والعكس، ويحمي الاتريوم من الاكتوبيك فوكس اللي تحت في الفنتريكل. يعني تخيل الوول اوف ذا فنتريكل فيها اكتوبيك فوكس بتطلع 300 بيت في الدقيقه، ما ينفعش يطلعوا لفوق، بالعكس للاتريوم لازم امنع ريتروجريد كوندكشن. ده مهم جدا، عشان كده الاي في نود ليه هذه المميزات، بيحمي الفنتريكل من الاكتوبيك فوكس في الاتريوم والعكس صحيح، لا يسمح بمرور اكتر من 180 الى 200 بيت بير مينيت كفولتج ديبندنت ريفراكتورينس وتايم ريفراكتورينس وبوست ريبولاريزيشن ريفراكتورينس. كلام ده مهم جدا. بعد كده الاي في نود يبعت الامبلس الى اي في باندل يمين وشمال، السلكين دول بيبعتوا الكهرباء للرايت والليفت فنتريكل في وقت واحد، عشان كده الاثنين دي بولارايزد ات ذا سيم تايم. ولكن خلي بالك بقى من النقطه اللي الطلبه بتتلخبط فيها، مين يا دكتور كونتراكت الاول؟ هقول له طبعا رايت فنتريكل، لان الاكشن بوتنشال هيخلص في الرايت اولا. الوول اوف ذا رايت فنتريكل سن، كل ما الجدار يبقى رقيق كل ما الامبلس هتخترق اسرع، فنكمل اكشن بوتنشال اولا. اما الليفت فنتريكل الاطخن، الكهرباء هتبذل مجهود كبير او هتواجه مقاومه عاليه للتغلب او الانتشار في الوول اوف ذا ليفت فنتريكل. ثم البركينجي فايبرز، بركينجي فايبرز شبكه من الفايبرز او من السيلز متصله ببعض بجاب جونكشنز، كباري بتوصل سل بسل. ايه ميزه هذا الكلام؟ سرعه النقل. تخيل اول بركينجي سيل دي بولارايزد، تروح نقلها بسرعه للبركينجي سيل الثانيه والثالثه وهكذا، وبالتالي اسرع مكان في الهارت بينقل كهرباء بركينجي فايبرز بسرعه 4 الى 5 متر بير سكند. وده مهم جدا تو اكتيفيت الهول فنتريكل كوحده واحدة. خلي بالك ان الفنتريكل كمصل او كول بطيء في الكوندكشن. عايزك تركز في الجملة اللي هقولها دلوقتي علشان الفيديو القادم هركز عليه. الفنتريكولار مصل لا يبدأ من عندها الكهرباء طبيعي، هي بينتهي عندها الكهرباء، ولكن ما يبتديش. إذا ابتدى عندها الكهرباء نتيجة اكتوبيك فوكس هيبقى نقل بطيء. طب والبطء ده هل هيفيدني انه يزود في عدد ضربات الاكتوبيك فوكس؟ ايوه، وهنعرف بعدين ازاي. في معلومة حابب ان انا ابروزها في المربع دلوقتي، انتر فنتريكولر سبتم هو اول جزء في الفنتريكل تو بي دي بولارايزد. طبعا الكلام ده هيفرق معايا كتير وانا برسم اي سي جي رسم القلب، وهنقول اسم الويف ايه، هي فوق ولا لتحت الخط، الكلام ده هنقوله بالتفاصيل. اخر مكان تو بي دي بولارايزد هو البيز اوف ذا ليفت فنتريكل. خلي بالك اني الليفت فنتريكل او الهارت عامل زي مثلث مقلوب، هتقول لي الايبكس تحت، بس البيز مش عند الويست اوف ذا هارت او الفالف، البيز من على الجنب هو الوول، وبالاخص الوول اوف الليفت فنتريكل. اخر جزئيه عندنا هو الكونتراكتيليتي. خلي بالك الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج
of الكاردياك ماسل شرحناها قبل كده. انا بتكلم دلوقتي عن العوامل اللي تأثر في contractility بتاعت الهارت. عندي عنوانين كبار: intrinsic عوامل داخلية و extrinsic خارجية. العوامل الداخلية أربعة. أول واحد preload. اتفقنا pre يعني قبل، ولود هو الحمل أو التقل، هو الدم. اتملى الهارت بالدم قبل ما يعمل contraction. طالما اتملى فهيزيد اللينس اوف ذا كاردياك ماسل، هيبعد الميوسين عن الاكتين، يبقى لازم تشرح الستارلينج لو. ستارلينج ده قال كل ما يزيد اللينس اوف كاردياك ماسل هتزيد الفورس اوف كونتراكشن ويزن ليميتس، كل حاجه بحدود. ستارلينج لو لا ينطبق على قلب طبيعي. مفيش حاجة اسمها normal heart limits. انا كل مملة اضخ طبعا بنسب معينة، يعني المفروض في الطبيعي انا باخد 130 ملي بتمليهم واطلع 70 ملي في الضربة الواحدة، ده العادي. اثناء الاكسرسايز الوضع بيزيد، بس في ريشيو. ما فيش حاجة اسمها اتملي وما ضخش، لا. عشان كده ستارلينج ينطبق على هارت فيلير او دي نيرفيتد هارت او قلب صناعي، زرع قلب. خلي بالك دايما التركيز على السيريز إلاستيك إليمنت. لما الميوسين والاكتين بيقربوا من بعض والتو زد لاينز تقرب، الساركومير لينسي ال، هشد على التندون، على السيريز إلاستيك إليمنت. لكن في إلاستيك إليمنت على التوازي اسمها بارالل. البارالل دي تقاوم الاسترتش. البارالل عاملة زي القماشة الكتان، مهما انكوتها مفيش نتيجة، ما بتتفرتش معاك، ريدندنت، وده مهم جدا. طب في معلومة عايزك تكون عارفها، هو المصل developed tension. الفنتركل أثناء الكونتراكشن بيزود السيستوليك، ولازم الدايستول يقل علشان يبقى فيه فرق ضغط أسمح من خلاله أزق الدم للأورطة. لو أنت عندك هارت فيلير الدايستوليك بريشر زاد. ليه؟ فنتركل عمال يملى يملى يملى. طب ما هو ده فوليوم اثناء الدايستول، فهيترجم بزياده ضغط فيما بعد، فدي بتزيد. طب واخبار الاس السيستول؟ بتقل، لان الهارت فيلير معناه كالسيوم جوه عضله القلب قليل، او اورتك فالف ضيق، باب ضيق، في مقاومه عاليه ان انا ازق الدم. عشان كده في الهارت فيلير مصل ديفلوب ديتنشن قليل. يبقى اول فاكتور بريلود. طب بس خلي بالك، عايز اقول معلومة قلتها في المصل زمان في سنة اولى، ان البريلود يعتمد على ايزومتريك كونتراكشن. ليه؟ انا باملة، تقول لي ما هو باملة هيحصل كونتراكشن، ولكن السيريز إلاستيك هيعوض المسافة اللي قصرها الزد لاين، طول العضلة ثابت، حصل كونتراكشن والطول ثابت. ارجع لأيام المصل، ايزومتريك كونتراكشن. طب الفاكتور التاني افتر لود، معناه ايه؟ الفنتركل وهو بيضخ الدم للأورطة واجه مقاومة عالية في الأورطة، الاورتك فالف ضيقه، البريشر فيها عالي، انا واجهت ضغط عالي من بره في مقاومه، فده ريزيستنس. الطبيعي ده مش موجود، لان في الطبيعي لما هنشرح كاردياك سايكل ليفت فنتريكل بريشر اعلى من الاورطه في البدايه، ولما الاورطه يوصل له دم
هيعلى البريشر فيه بعد كده، ولكن مش من الاول. طب ازاي اواجه الضغط العالي اللي بره؟ هنقولها بشكل بسيط قوي. لازم الفنتركل يملى ويتفتح الاي في فالف، يملى ثم يقفل الفالف، والدم الكتير اللي اخده يضغط على الوول عنده عشان يتغلب على البريشر اللي بره. لسه ما تغلبتش فاملى تاني وتالت ورابع، عشان كده افتر لود يمثل هارت فيلير. القلب فشل في البامبنج، القلب عامل زي الطالب الشاطر لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. لا، شعار الهارت ايه؟ لا تؤجل البامبنج من سايكل لسايكل. ده كل دورة 8 من 10 ثانية. فبواجهها بالايزومتريك كونتراكشن اولا ثم ايزوتونيك. ما الايزوتونيك هو الورك دان، هتقصر الكاردياك ماسل ومش هنقدر نعوضها بالستريتش اوف سيريز الاستيك اليمنت. في معلومة مهمة لازم تكون عارفها، ان اقصى سرعة بيعملها الهارت عشان يضخ الدم لما تكون المقاومة قدامه زيرو. عشان كده اقول لك في ماكس ات زيرو افتر لود، وده مهم جدا. نيجي للفاكتور الداخلي التاني، فورس فريكوانسي ريليشن شيب. بمعنى ايه؟ كل ما يزيد عدد الاكشن بوتنشال الفريكوانسي العدد، كل ما قوة الكونتراكشن هتزيد. طب ما ده شيء طبيعي. تخيل اكشن بوتنشال باعداد كبيرة، هتفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانلز، وبالاخص اللونج لاستنج ال تايب عند الساركوليم، فيدخل الكالسيوم من خلال التي توبيول فيحرر الكالسيوم اللي متخزن في السيسترنا اللي في الساركوبلازميك ريتيكولوم. وطبعا ليه دخلنا كالسيوم من بره؟ لان الكالسيوم اللي متخزن في الساركوبلازميك ريتيكولوم مش كفايه. الساركوبلازميك ريتيكولوم في الهارت بورلي ديفلوبت، مخزن ضعيف جدا للكالسيوم، وبالتالي الكالسيوم اللي جاي من بره محفز لخروج الكالسيوم من مخزنه، فسميناها تريجر كالسيوم. كأنك بتدوس بصباعك على الزناد علشان تجري الرصاصة في المجرى بتاعتها. أنا المحفز، أنا شرارة الانطلاق بالنسبة لكم، فسميناها كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليس. هو اللي عمل الاندكشن أو التحفيز علشان يحرر الكالسيوم اللي متخزن. طبعا كل ما يزداد الفريكونسي تزداد قوة الكالسيوم أو دخوله وقوة الكونتراكشن تدريجيا. كل عمود من العواميد يمثل فورس اوف كونتراكشن. هنا فورس قليلة، زادت عمالة بتستزداد تدريجيا كأنك طالع سلم، فسميها ستير كيس فينومينا، نظرية السلم، أو تريبي. ما تريبي هي الكلمة الألماني بتاعت ستير كيس أو بوتزيتش فينومينا. العامل الرابع في الانترنسك هو الإينوتروبيك ستيت. إينوتروبيك اللي هي قوة الانقباض، وقلنا قبل كده في فيديوهات الشرح إينو هو إله القوة عند الإغريق، اللي بيخلي قوة الكونتراكشن زيادة حاجتين: هيلسي مايوكارديوم، طبقة العضلية اللي بتنقبض سليمة، والإنترا سيلولار كالسيوم. طبعا لو أنا أي حاجة بتدخل كالسيوم وتزوده في الهارت هقول عليها بوزيتيف إينوتروبيك، والعكس نيجاتيف إينوتروبيك. نيجي بقى للعوامل الخارجية اكسترنسك فاكتورز. الاكسترنسك أو الخارجي ينقسم إلى 4: نيرفس، هرمونال، دراجز، و
اينز. نيجي للنيرفس. السيمباثاتيك ازاي بيزود في الكونتراكتيليتي؟ بكذا ميكانيزم. مسك في البيتا 1 ريسبتور زي ما قلنا في الاوتونوميك، والبيتا 1 قلنا انه اكسايتاتوري. لما تمسك في الريسبتور ده على الول اوف ذا هارت، انت بتزود السايكليك اي ام بي كسكند ماسنجر جوه القلب، والسايكليك اي ام بي ده هينشط انزيم جوه القلب اسمه بروتين كاينيز اي، من اسمه هينقل الفوسفيت الى المايوسين هيد اللي فيها ادينوزين داي فوسفيت فيكون اي تي بي، ثم نكسر الاي تي بي ونعمل انرجي. يعني هنتكلم على كروس بريدج سايكلينج، الفكره اهي. والسيمباثاتيك ليه ميكانيزم تاني، ان هو بيفتح ال تايب كالسيوم شانلز فيدخل كالسيوم، كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز، بيقفل بوتاسيوم شانلز. عايز اقول لك معلومه مهمه قوي، السيمباثاتيك عمل حاجه وصلحها، هو بيزود الهارت ريت، يبقى بيقلل التايم اوف فيلينج، وقت الملي بيقل. طب انا وقت الملي بتاعي في السايكل الواحده ثابت نص ثانيه، يعمل ايه السيمباثاتيك؟ يسرع الفيلينج، بالظبط زي طالب عنده ايام قليله قبل الامتحان مضطر يذاكر نفس الكميه اللي كان هيعملها في وقت طويل، هو ده السيمباثاتيك. انا قللت التايم اوف فيلينج، يبقى لازم اسرع الفيلينج. طب الفيلينج اسرعه ازاي؟ يبقى لازم اسحب الكالسيوم. يعني ايه اسحب الكالسيوم؟ ازود الكالسيوم ري ابتيك، اشغل الكالسيوم اي تي بيز بامب، ودي نقطه مهمه جدا، ارجع الكالسيوم مره تانية لمخزنه، يبقى انا سرعت الفيلينج. ده في غايه الخطوره الكلام ده. خلي بالك السيمباثاتيك النهارده قلنا تاثيره على الاس اي نود انه بيسرع السلوب، هاي سلوب، ولما تزود عدد الضربات بتاع الاس اي نود هيزيد الفورس اوف كونتراكشن اوف ذا فنتركل. يعني هو شغال بكذا طريقه، بارا سيمباثاتيك العكس. نيجي للهرمونال ثايرويد او انسولين او جلوكاجون، اي هرمون من دول يزود قوه الكونتراكشن يبقى عن طريق سايكليك اي ام بي، دي نفس الفكره. نيجي للدراجز، في ادويه بتزود الكونتراكشن زي الديجيتاليس، وده شرحناه مع انترودكشن فيسيولوجي في سنه اولى. الديجيتاليس من مصلحته انه يحافظ على الكالسيوم جوه القلب، لانه بيستخدم في علاج هارت فيلير. القلب عندك فيه كسل او فشل، ما ينفعش تضحي شويه الكالسيوم القليلين. تعال نقول الموضوع الطبيعي الاول وبعد كده نعكسه. في الطبيعي بيشتغل الصوديوم بوتاسيوم بامب، يخرج 3 صوديوم ويدخل 2 بوتاسيوم، هيزيد الصوديوم بره، الصوديوم اللي زاد بره هيدخل، خلي بالك، في نهاية البلاتو، وفي المقابل اخرج كالسيوم، او في نهاية البلاتو انتهى الكونتراكشن، وانا عاوز ريلاكسيشن او فيلينج عشان اتخلص من كالسيوم، يا اما اخرجه للاكسترا سيلولار فلويد او اخزنه في الساركوبلازميك ريتيكول. تقول لي ماشي، طب لو هارت فيلير، هل انت عايز الصوديوم كالسيوم اكستشينجر يشتغل؟ تقول لي لا، انا مش عاوز الكالسيوم يخرج، يبقى في المقابل انا مش عاوزه، مش عاوز الصوديوم يدخل، حصل صفقة بين صوديوم وكالسيوم. طب هو الصوديوم دخل ليه؟ لانه زاد بره. طيب زاد بره ليه؟ بسبب صوديوم بوتاسيوم بامب. فالديجيتاليس قال تعال نحل الموضوع من بدايته، هنوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب تامبروري مؤقتا. اذا انا وقفت البامب الصوديوم يزيد
جوه، وبالتالي مش هيدخل الصوديوم فمش هيخرج الكالسيوم، وده مهم قوي. ديجيتاليس او الاوابين، كلام ده قلناه قبل كده. طيب عشان كده الديجيتاليس بوزيتيف اينوتروبيك. طيب ايه اللي يقلل بقى الكونتراكتيليتي؟ فكر معايا، الكونتراكتيليتي مبنيه على كالسيوم. طب لو انا قفلت بوابه الكالسيوم اللي عند الساركوليما، قفلت ال ال تايب، يبقى بالكالسيوم شانل بلوكر. الدواء اسمه العلمي نيفيديبين، التجاري عدالات. حتى في فيديوهات النظري قلت لك عدالات عشان ما تنساش كلام العيانين. نيجي للإفكت أوف أينز. لو زاد الكالسيوم اكسترا سيلولر هيدخل في التيتو بيول على طول. عايز طالب شاطر دلوقتي ياخد باله من حاجة، إذا زاد الكالسيوم بره الاس اي نود هيعمل ايه؟ هيقلل الفايرنج، وشرحنا ليه. اما اذا زاد الكالسيوم بره الفنتريكولر وول اللي هو الميكانيكال هيدخل ويزود قوة الكونتراكشن، يفضل الهارت كونتراكت كونتراكت لغاية لما يحصل له ستيفنس، عضلة القلب هتقفش، سباز، بسميها كالسيوم رايجر. عارف تبقى كده خلاص مسكت كده جامد، مفيش كونتراكشن وريلاكسيشن، كالسيوم رايجر. طبعا دي تاني مرة تاخد كلمة رايجر، اول مرة كانت رايجر مورتس بعد الوفاة بكذا ساعة. طب الهايبر كاليميا يأثر في ايه؟ اذا زاد البوتاسيوم اكسترا سيلولر، عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتأثر على الريستنج ممبرين بوتنشال. ريستنج ممبرين بوتنشال في الطبيعي لو فاست ريسبونس مبني على ان انا بخرج بوتاسيوم اكتر من ان انا ادخل صوديوم. اذا زاد البوتاسيوم اكسترا سيلولر اللي جوه مش هيخرج، فمش هيزيد البوزيتيف على الاوتر سيرفس. تقول لي طب ايه اللي هيحصل؟ بوتاسيوم هيحتفظ بتركيزه العالي جوه، هيزيد جوه يبقى بوزيتيف جوه، ويخرج منه حبه قليلين على السيرفس، يبقى السيرفس بقى بوزيتيف اقل يعني نيجاتيف. تقول لي ايه ده؟ ده كده بيقربني من الفايرنج ليفل. اقول لك الكلام ده ينطبق على النيرف بس، على الهارت لا، لان الهارت مبني على مبدا all or none low، فالكلام ده ما ينفعش. وخلي بالك انت بوظت الفولتج ديفرنس على الممبرين اثناء الريست، والريستنج ممبرين او فيس فور دي الفتره اللي القلب هيملى فيها. يعني الهايبركاليميا منعت القلب ان هو يملى زي العادي. عشان كده الجمله تلخبطك شويه، يقول لك ستوب the heart in diastole، فالطالب يفتكر ايه؟ ان الهايبركاليميا منعت القلب انه يكمل فيلينج، وقفته اثناء الامتلاء. لا، ده هي وقفته من الاساس انه ما يملاش. ده مهم قوي، عشان كده الهايبركاليميا في منتهى الخطوره. في نهايه هذا الفيديو بفكرك باللي احنا قلناه، شرحنا كاردياك انترودكشن بالتفاصيل، كاردياك بروبرتيز، فاست وسلو ريسبونس، جدول المقارنه ما بينهم، واتكلمنا عن الريليشن بين الفاست ريسبونس والاي سي جي، واتكلمنا عن الاس اي نود تفصيليا والريفراكتورينس وليه هو بيس ميكر، وجدول المقارنه اللي يسرع واللي يبطئ من الاس اي نود فايرنج. كلمنا على الكوندكتيفيتي او الاي في نود بالاخص، كلمنا على الكونتراكتيليتي، اربعه فاكتورز افكتنج الانترنسيك كونتراكتيليتي، بري لود افتر لود فورس فريكوانسي ريليشن شيب واينوتروبيك ستيت، واربعه
فاكتورز خارجيه هم نيرفس هرمونال دراجز اند ايونز. كان معاكم دكتور محمد فايز.